ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. هنكمل مع بعض النهاردة يونت 10، وهناخد فيها درسين الباقيين فيها، اللي هو درس البراكتس تايم ودرس الفونكس تايم. اوكي، طيب في درس البراكتس تايم النهاردة هناخد مع بعض يا ولاد حاجة اسمها has and have. has have has و have دي طبعا انت خدت عنها فكرة وخدتها في يونت 9 قبل كده في الوحدة السابقة، وخدناهم بمعنى لديه أو يمتلك أو عنده، لديه أو يمتلك. طيب تعالوا كده نتذكر احنا كنا بنستخدمها ازاي، الاتنين دول الكلمتين اللي هي has and have كنا بنستخدمهم ازاي في يونت 9. تعالوا كده مع بعض. في يونت 9 كنا بنستخدمهم زي ما قلنا كده بمعنى ايه؟ لديه أو يمتلك. لما كنا بنستخدمه مع كلمات ايه هفكركم؟ مع كلمات زي البوب كورن، زي ووتر وهكذا. طيب بالنسبه مثلا لو ولد معاه ميه مثلا، احنا هنشاور عليه ونقول ايه؟ هنقول he has water. he has water. he has water. طيب لو الولد اللي بيتكلم على نفسه هيقول ايه بقى؟ هيقول I have water. I have water. يعني أنا معي ماء. يبقى لما نشاور إحنا عليه هنقول he has، ونقول اسم الحاجة اللي معاه. طب لو هو هيتكلم على نفسه مش هيقول he has بقى، ده هيقول I have. يبقى إحنا بنشاور نقول he has، هو هيتكلم على نفسه هيقول إيه؟ I have. وبعد كده بيقوم قال اسم الحاجة اللي معاه. أوكي؟ طيب لو بنت مثلا هنشاور عليها ونقول ايه؟ she has. she has ايه يا ولاد؟ she has popcorn مثلا، اوكي؟ she has popcorn، يعني هي معها فشار. طب لو هي برضه نفس الكلمه هتتكلم عن نفسها تقول ايه؟ هتقول I have popcorn. I have popcorn. اوكي؟ اوكي. والدرس السابق في يونت 10 اللي احنا خدناه في الفيديو السابق نبهت جدا على الاليمنتس اللي هم الامراض السته اللي احنا خدناها، وقلت لهم هم ان الامراض ديت مهمه جدا عشان نستخدمها في درس البراكتس تايم بتاع النهارده. طيب تعالوا كده بقى نتذكرهم مع بعض الاول قبل ما ناخد درس النهارده. اول مرض كان معانا يا اولاد اللي هو مرض ايه؟ برافو عليكم، اللي هو فيفر. فيفر. fever. number two rash. rash. number three cold. cold. number four cough. cough. number five sore throat. sore throat. نمبر 6 والاخير stomach ache. stomach ache اللي هو الم الايه؟ المعده. طيب هنستخدم الامراض دي ازاي بقى في درس النهارده؟ هناخد درس النهارده اللي هو قلنا بعنوان has and have، ونشوف استخدامهم ازاي مع الامراض. طيب احنا اتفقنا ان هم معناهم ايه؟ معناهم ركزوا بقى معايا كده، معناهم لديه او عنده او معه. اوكي، فهنستخدمها مثلا النهارده بمعنى لديه، اوكي؟ عنده يعني. تعالوا كده نشوف بقى نستخدمها ازاي مع الامراض. خلونا الاول في ايه؟ في هاز، هناخدها في الجزء ده من السطور. ركزوا بقى معايا كده. قلنا هنستخدم هاز بمعنى ايه؟ لديه او معه. تعالوا بقى نشوف تكوين الجمله هتبقى عامله ازاي. الجمله بتاعتنا تبدا بايه؟ بهي اور شي. هي اور شي. هتبدأ بهي أو شي. طبعا كلنا عارفين إن هي يعني هو، بستخدمها مع مين؟ لما أجي أتكلم على ولد، أما شي بمعنى هي لما أجي أتكلم على بنت. أوكي؟ أوكي. بعد هي أند شي هنستخدم إيه؟ هاز. هنستخدم إيه؟ هاز. طب بعد هاز هنستخدم وبعد كده اسم المرض اللي إحنا بنقول عند الشخص ده. ولاحظ وركز قوي ان الامراض السته اللي عندنا اللي خدناهم في درس الورد تايم كلهم بيضاف قبلهم ايه؟ ا.
اوكي؟ يبقى اسم المرض لما اجي احطه في جمله اوكي لازما وما انساش ان انا احط قبله ايه؟ طيب تعالى كده نشوف بعض الاكزامبلز للامثله للكلام اللي فوق ده. لو ولد مثلا عنده فيفر اوكي، والمفروض ان انا هكتب تحت الصوره بتاعته ديت ايه؟ جمله. هنكتب عنه ايه؟ He has a fever. He has a fever. He has a fever. يعني هو لديه حمى. برافو عليكم. يعني هو عنده حمى او هو مصاب بحمى. اوكي؟ يبقى احنا قلنا ان هذا يبقى معناه ايه؟ لديه. اوكي؟ يبقى he has a fever يعني هو لديه ايه؟ حمى. طيب لو بنت مثلا اوكي؟ زي مثلا البنت ديت وليكن هيبقى اسمها منى. نكتب تحت جملتها ايه مثلا؟ وهي عندها راش. وقلنا الراش طبعا كلكم عارفين ان هو الراش اللي هو الطفح الايه؟ الجلدي. منى has a rash. منى has a rash. يعني الجملة بتاعتنا بيكون فيها أربع حاجات. الجملة هتتكون من أربع حاجات، إيه هما؟ الشخص اللي هبدأ بيه الجملة سواء كان هي أو شي أو اسم شخص، أوكي؟ اسم أي شخص سواء كان منى، كريم، أحمد، علي، إبراهيم، أوكي؟ اسم شخص مفرد. يبقى الجملة بتاعتنا هتبدأ بإيه؟ هتبدأ بهي أو بشي أو باسم إيه؟ شخص مفرد. بعد ديت أو بعد دول هيجي بعدهم إيه؟ ها؟ has. برافو عليكم. طب وبعد has a. وبعد a اسم المرض اللي إحنا بنتكلم إن هو عند الشخص. أوكي؟ أوكي. سهل كده؟ طيب. الكلام ده لو أنا بقى بقول إيه؟ لو أنا بقول إن الشخص ده عنده المرض ده. طب لو عاوز أقول إن هو ما عندوش. أوكي؟ لو ما عندوش بقى المرض ده أقول إيه؟ أو عنده مرض تاني. ركز كده. نفي هاز ايه بقى يا مستر؟ النفي بتاع هاز يا ولاد ان احنا هنستخدم حاجه ثانيه اسمها doesn't قبلها. يبقى بستخدم ايه؟ doesn't. ولما هستخدم doesn't قبل have هلاقي ان have بتتحول الى ايه؟ الى have. اوكي؟ يبقى النفي بتاع هاز ايه؟ doesn't have. نفي هاز doesn't have. وركز كويس. يبقى جملتنا هتبدا بايه بقى تاني؟ هتبدا برضه بنفس الكلام. هي لو بتكلم على ولد، شي لو بتكلم على بنت، او اسم شخص وبشرط ان يكون اسم ايه؟ مفرد. اوكي؟ وبعد كده doesn't have. وكذلك برضو a. وبعد كده اسم المرض اللي احنا بنقول ان هو مش عنده، لان احنا هنا هننفي الايه؟ الكلام. اوكي؟ ركز كده في الاكزامبلز اللي جايه. She doesn't have a cold. She doesn't have a cold. وركز كده قبل ما اشرح النقطة ديت بالنسبة للنطق، يعني ان احنا هنا ممكن نحذف الايه؟ التي. فنقولها ازاي يا مستر؟ هنقول she doesn't. هنقرا لحد بس يا اولاد لحد حرف الان بس. فقولها ازاي؟ she doesn't have. She doesn't have. She doesn't have. She doesn't have. She doesn't have a cold. She doesn't have a cold. يعني هي مش عندها ايه؟ مش عندها برد. اوكي؟ ده عندها يا اولاد. برافو عليك، عندها راش. يبقى لو رسم لي صورة بنت عندها راش، أنا ممكن أكتب تحتها حاجة من اتنين. ممكن أكتب تحتها جملتين. الجملة الأولانية إن أنا أقول إن هي عندها طفح جلدي، فأقول إزاي؟ She has a rash. طب لو عاوز اقول ان هي مش عندها وانفي، يبقى اجيب مرض تاني غير اللي عندها، واقول ايه؟ She doesn't have a cold. She doesn't have a cold. اوكي؟ طيب مثال اخر. كريم اسمه مفرد برضه، اسمه ولد. كريم doesn't have a rash. كريم doesn't have a rash. يعني كريم ده الولد ده ما عندوش راش، فعلا ما عندوش ايه؟ راش. اوكي؟ ركز كويس. يبقى تاني، لو انا عاوز انفي واقول ان هو الشخص اللي قدامي ده مش عنده المرض ده، يبقى هنفي بايه؟ بال doesn't have. doesn't have. طب لو عاوز اقول ان هو عنده هقول ايه؟ has. اوكي؟ تعال بقى مع بعض كده هناخد الجانب الاخر اللي هي
have. كده احنا عرفنا has بتيجي مع ايه، سواء كانت في الجملة اللي هي المثبتة او في الجملة المنفية. تعالوا بقى ناخد ايه have. have بقى يا ولاد اللي احنا خدناها في يونت 9، قلنا ان have ايه لو فاكرين، كنا بنقول ان have بتيجي قبلها البرونونز اللي هي I بمعنى انا، you انت او انت، وتنفع كمان يو بمعنى انتم كلكم. لو انا بشاور على او بوجه كلامي لاكثر من واحد اقول له يو برضه، بس هيبقى هنا معناه ايه انتم. they 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 يعني هم. we 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 يعني اوكي. يبقى have هيجي قبلها ايه البرونونز الاربعه دول، وهنضيف كمان معاهم اسم الشخص، اسم ايه جمع، اسم ايه جمع زي ايه، زي مثلا اقول ايه the boys the girls او احمد and ابراهيم. اوكي دول اسماء جمع، برضو الاسماء الجمع اللي زي كده بيجي بعدها ايه have. طيب وبعد كده كذلك الاه واسم المرض، زي ما اتفقنا ان اسم المرض دايما هيجي قبله ايه اه في الجمله، اوعى تنسى اسم المرض هيجي قبله اه، a fever a cold a cough. اوكي اوكي I you they we وبعدها have وبعد كده ا وبعد كده اسم المرض. تعالى كده مع بعض نشوف ايه examples للكلام اللي احنا قلناه ده، والتكوين ده طبعا لازم نتحفظ كويس جدا. طيب لو جاي لي مثلا ولد وماسك ايه معدته كده وبطنه، يعني معنى كده ان هو عنده ايه، برافو عليك، عنده stomach ache، عنده stomach ache يعني الم في المعده. الولد ده ممكن نكتب تحته ايه في الصوره بتاعته، هيقول ايه لو هو بيتكلم عن نفسه، هيقول I have a stomach ache I have a stomach ache I have a stomach ache. يعني ايه I have a stomach ache؟ يعني انا عندي الم ايه في المعده، برافو عليك، I have a stomach ache. طيب لو اتنين بقى واحنا بنشاور عليهم وبنتكلم عنهم، وليكن مثلا ولد وبنت او ولدين او بنتين مش هتفرق، فلو بنشاور عليهم هنقول ايه بقى؟ they have عندهم مثلا الم في الزور، زورهم ايه بوجعهم، اوكي اللي هو اسمه ايه؟ برافو عليكم، اللي هو sore throat. فقول ايه؟ they have a sore throat they have a sore throat يعني عندهم ايه؟ الم في الحلق زي ما احنا شايفين كده. اوكي؟ طيب الكلام ده لو احنا بنقول ان هما ايه؟ ان الشخص ده عنده المرض. طب لو ما عندوش النفي بقى؟ النفي هنا نفي have هيبقى ب don't have don't have don't have. يبقى هنا كنا بنستخدم has ونفيها doesn't have، اما هنا have نفيها ايه؟ don't have. يبقى لو تركز كده هتلاحظ ان انت في النفي سواء مع doesn't او مع don't استخدمت نفس الكلمه اللي هي ايه؟ have. معنى كده ان هاز دهيت ما بتجيش في النفي ابدا ولا بتيجي في السؤال، هي بتيجي بس في الجمله المثبته اذا جاء قبلها هي او شي او اسم ايه مفرد. اوكي اوكي طب نكمل. يبقى لو انا عاوز اقول ان الاشخاص دول مش عندهم المرض ده فنستخدم ايه؟ don't have don't have. وكذلك برضه زي ما اتفقنا ان اسم المرض هيجي دايما قبله ايه؟ ا. طيب هستخدم اي pronouns، اي pronoun من دول اي ضمير فيهم، وليكن مثلا يو، شخص واقف قدامي وانا بوجه له كلام بقول له انت انت لديك او عندك كذا، فاقول له ايه؟ يو. واتفقنا برضو ان انا ممكن ايه ما انطقش التي برضو زي ما قلت هنا بقول doesn't have doesn't have، هنا برضو ممكن اقولها ايه؟ don't have don't have. يبقى هنا هيقول you don't have a fever You don't have a fever. أنا بوجه له كلام بقول له إيه؟ You don't have a fever. يعني أنت ما عندكش إيه؟ fever. ما عندكش حمى. وليكن مثلا هو عنده إيه؟ cold أو عنده cough أو عنده sore throat أو عنده أي مرض تاني. المهم إن هو يكون عنده مرض تاني غير اللي أنا بقول له إيه؟ عليه. إن أنا بقول له أنت مش عندك كذا، فأقول له إيه؟ You don't have. You don't have a fever. You don't have a fever. يعني أنت مش عندك إيه؟ برافو عليك، مش عندك حمى. طيب الاكزامبل نمبر 2 الي اند هانا الي اند هانا
يعني علي وهنا ده اسم ايه ده؟ يس برافو عليكم، ده اسم جمع، طالما اكتر من واحد هيكون ايه؟ جمع. يبقى اقول ايه؟ علي اند هانا دون هاف، علي اند هانا دون هاف ا كولد، يعني علي وهنا ما عندهمش ايه؟ برافو عليكم، ما عندهمش برد. اوكي؟ اجان علي اند هانا دون هاف ا كولد، مش عندهم برد. طيب يبقى هتركز قوي وانت بتذاكر على الاربع اجزاء دول، الجزء ده وده اللي انا محدده ده، ده يتذاكر كويس جدا لان هو ده اللي هيخليك تعرف تحل اي جمله واي سؤال عن الموضوع ده. اوكي؟ اوكي. دلوقتي هنشوف مع بعض بعض الاكسرسايزز عن الكلام اللي على الصوره ده عشان اشوف انتوا فهمتوا الدرس ولا لا، وناكد طبعا في بناء من خلال طبعا الايه؟ الحل. اهلا بيكم مره تانيه، وهناخد دلوقتي مع بعض بعض الامثله اللي من خلالها هنتاكد من فهمنا للجرامر اللي احنا شرحناه من شويه اللي هو بيتكلم عن هاز وهاف. نركز بقى مع بعض ونشوف ازاي هنحل الاكزامبلز اللي على السبورة. نمبر 1 بادئ بايه؟ شي، شي اراش. طب يا ترى شي تاخد ايه من الثلاث اختيارات اللي عندي؟ تاخد doesn't have ولا have ولا don't have؟ تاخد انهي واحدة؟ ها فكروا كده، تاخد doesn't have ولا have ولا don't have؟ excellent، برافو عليكم. يبقى تاخد ايه؟ doesn't have، برافو. طيب number 2 هنختار البرناون او السبجكت اللي احنا هنبدا بيه الجمله، الفعل بتاع الجمله. has a cold، has a cold. يبقى has ديت هي مفتاح الحل بتاع الجمله. يا ترى ايه من اللي تشوز الثلاثه دول من الاختيارات الثلاثه اللي عندي هتيجي مع has اللي بتاخد has؟ يا ترى he ولا they ولا you؟ ها فكروا، برافو. يبقى هتاخد ايه؟ هتاخد he، عشان اقول ايه؟ he has a cold، he has a cold، يعني هو عنده برد. طيب لحد دلوقتي احنا ملاحظين حاجه، ان سواء he او she، she او he او اسم شخص مفرد او حتى كمان it، عشان ما يتكلم على شيء غير عاقل زي cat او dog، الحاجات اللي زي دي كده لو تلاحظوا بتاخد الحاجه دايما اللي فيها ايه؟ is of، يعني خدت doesn't have، اوكي؟ وما خدتش دول عشان دي فيها ايه؟ يس، اوكي؟ حتى عشان نفتكرها بيها. وهي برضه هنا خدت ايه؟ هاز عشان برضه فيها ايه؟ يس. اوكي؟ يبقى لو احنا نسينا الشرح مثلا او نسينا مثلا القاعده او الجرامر ده هنفتكرها من كده. اوكي؟ ده اللي نسي او اللي ناسي. يبقى ببساطه جدا اهوت هي وشي وات واي اسم شخص مفرد بياخد يا اما doesn't have يا اما ها has، عشان doesn't فيها اس وعشان has كمان فيها ايه؟ اس. اوكي؟ طيب نكمل نمبر 3 I fever، I fever، ها فكروا كده، تاخد I تاخد has ولا تاخد have ولا تاخد doesn't have؟ ها طبقوا الكلام اللي انا لسه قايله حالا اللي هو بتاع حرف الاس، اتفقنا ان حرف الاس بيجي مع ايه يا ولاد؟ الحاجه اللي فيها اس، هتيجي مع هي وشي وات والاسم الايه؟ المفرد. ها برافو عليكم. يبقى هناخد هاف ليه؟ عشان احنا اتفقنا ان فيها الاس ديت، اللي فيها الاس ديت هتيجي مع هي وشي وات والاسم المفرد، يبقى مش هتيجي مع اي، وبالتالي هستخدم ايه؟ هاف. يبقى اي هاف فيفر، انا عندي فيفر حمى. اوكي علي هاز، علي هاز، يا ترى علي لديه ايه من الحاجات اللي في الجمل دي او في الاختيار؟ يا ترى لديه ايه بقى؟ لديه sore throat، عنده الم في الحلق، ولا عنده ومعه juice، ولا معه
water. ده التلات اختيارات ينفعوا. يعني فعلا ينفعوا ان هو لديه ألم في الزور، وينفعوا ان هو معه عصير، وينفعوا ان هو معه ماء. طب مرة هنختار ايه يا مستر؟ يبقى لازم نكمل الايه؟ الجملة للآخر. He need to see a doctor. He need to see a doctor. يعني هو محتاج ان هو يشوف ايه؟ دكتور. اوكي؟ طيب امتى هيشوف علي الدكتور، او امتى علي لازم يروح للدكتور؟ برافو عليكم. لو كان عنده ايه؟ sore throat. اوكي؟ يبقى عرفت منين ان هو عنده تعب او مرض؟ عرفت من ايه؟ من need to see a doctor، ان هو محتاج ايه؟ يشوف دكتور. دكتور. طيب نكمل. number 5. منى، مالها منى؟ have a cough. منى have a cough. يا ترى منى بقى ديت تاخد ايه عشان انفي واقول انها مش عندها سعال او كحه؟ فاقول ايه؟ منى don't، ولا منى doesn't، ولا منى aren't؟ ها طبقوا برضو القاعده بتاعت الاس اللي انا قلت عليها اللي هي تسهل لكم الدنيا شويه. طيب ها طبقتوها، برافو عليكم. فنختار ايه؟ doesn't. excellent. يبقى نستخدم هنا ايه؟ doesn't ببساطه جدا عشان منى ده اسم ايه؟ مفرد، وهياخد ايه؟ الاسم اللي في كلمه doesn't. يبقى هتاخد doesn't وتاخد كمان ايه؟ has لو كانت الجمله ايه؟ مثبته. وكده نكون خلصنا سؤال الايه؟ للتشوز. طيب يجي لنا في ايه كمان الجزء ده؟ ممكن كمان يجي فيه سؤال الماتشنج اللي هو سؤال التوصيل، وكمان ممكن يجي في السؤال اللي هو بيجيب لي صوره وبيقول لي اكتب تحتها ايه؟ sentence جمله. تعالوا كده مع بعض نشوف ازاي نحل سؤال الصور. نمبر 1، لو جاب لي مثلا يا ولاد زي الصوره اللي قدامنا دي كده، ولد عنده الم في الحلق او الم في الزور. اوكي، نكتب تحت الجمله ايه؟ هنقول ها فكروا كده الاول. برافو. يبقى هنقول ايه؟ طبعا ده ولد، والولد هنقول عنده او نكتب تحته ايه؟ هي. انما لو كانت بنت اللي في الصوره نكتب تحتها ايه؟ شي. اكسلنت، برافو عليك. هي، هي تاخد هاز ولا تاخد هاف؟ يس تاخد هاز، يبقى هي هاز. ها وبعد هاز وبعد هاف، ها ايه اللي بيجي قبل المرض؟ فاكرين؟ برافو عليكم. اللي بيجي قبل المرض ا، لازم المرض يتحط قبله ا، يبقى هي هاز ا سور، واسم المرض دوت sore throat. He has a sore throat. ونكتب بخط كويس كده في الامتحان عشان اللي بيصحح يدينا الدرجه كامله، ويبقى في تنظيم. طبعا عشان يبقى خط منظم لازم نسيب ايه؟ spaces ما بين كل حاجه والتانيه. اوكي؟ حروف الكلمه الواحده تبقى جنب بعضها، اما لما بخلص الكلمه لازم اسيب مسافه ما بينها وما بين اللي بعدها. اوكي؟ يبقى الولد هنا عنده ايه؟ عنده الم في الحلق او الم في الزور، فهنكتب تحته he has a sore throat. he has a sore throat. طيب نمبر 2، بيكتشر نمبر 2 الصوره الثانيه. هجيب لي مثلا بنت المره دي. البنت ديت عندها طفح جلدي اللي هو راش. نكتب تحتها يا مستر؟ اتفقنا لو الولد نكتب تحته هي، اما البنت تكتب تحتها برافو، نكتب تحتها شي. يبقى نقول ايه؟ شي، وابدا الجمله بتاعتي دايما الجمله بتاعتي تبدا بحرف كابيتال، بكابيتال ليتر، وفي الاخر بحط ايه؟ فول ستوب زي الجمله السابقه دي. يبقى شي هاز، شي has، برضه احط a قبل المرض ما انساش. she has a، اتفقنا ان هي عندها ايه؟ ها rash. يبقى she has a rash، يعني هي عندها طفح جلد. she has a rash، she has a rash، ونحط برضه في الاخر ايه؟ full stop. اوكي؟ اوكي طيب صوره كمان اللي هي نمبر 3. يعني مثلا شخص، وليكن مثلا البنت اللي ظهرت دي، والبنت ديت
عندها مثلا بيرت، اوكي؟ بس عامل كده على الصوره اكس، يعني عامل عليها خطا، يعني معنى كده بيعوزني ان انا اقول ان هي ما عندهاش المرض ده، اوكي؟ يبقى البنت دلوقتي عندها ايه دلوقتي؟ عندها مثلا اي مرض ايا كان، ايا كان المرض ده، وعامل عليه اكس، يبقى احنا كده هنستخدم النفي، اوكي؟ مش هقول بقى ايه هاز، لا انا هقول ايه بقى في الحاله دي؟ هقول doesn't have، هقول doesn't have. يبقى البنت هنقول ايه؟ she، ها طالما عامل اكس يبقى عاوز ده انفي، يبقى اقول she doesn't have she doesn't have a. وبعد كده نكتب اسم الايه؟ المرض اللي هو مثلا وليكن ايه؟ ها cold مثلا. اوكي؟ يبقى اقول she doesn't have a cold. ليه نفيت يا مستر؟ نفيت عشان هو عامل لي علامه اكس على الصوره وبيقول ان هي مش عندها الايه المرض ده، اوكي؟ اوكي، يبقى هنحفظ ونفهم ونذاكر الدرس ده كويس جدا، وعشان نتاكد ان احنا فهمناه لازما نحل عليه حاجات كتير زي ما احنا حلينا على البورد دلوقتي السبورد. اشوفكم بقى في البارت الثاني من الفيديو، واللي هناخد فيه الدرس الرابع والاخير، واللي هيكون إن شاء الله بعنوان الفونكس تايم. أهلا بكم مرة تانية عشان ناخد الدرس الأخير في يونت 10 واللي بعنوان فونكس تايم. في درس الفونكس تايم بناخد صوت جديد ونشوف نطقه في الكلمات بيبقى عامل ازاي. وصوت النهارده يا ولاد اللي احنا هناخده الصوت اللي هو اي، حرف الاي. حرف الاي ده بيطلع لنا صوتين، صوت في بعض الكلمات بنقول عليه شورت بيكون قصير، وبيطلع لنا في كلمات اخرى بيكون بيطلع لنا صوت طويل، اوكي؟ وبالتالي بنسميه شورت اي وبنسميه لونج اي. يبقى حرف الاي ده اهو هيبقى نوعين في الكلمه، يا اما شورت يا اما لونج، يا اما قصير فتلاقي الكلمه بتتنطق معاك بسرعه، يا اما بيكون في بعض كلمات لونج وبتلاقي الكلمه بتاخد منك ايه مده في نطقها او بتبقى فيها مد شويه، اوكي؟ كلمه هتتنطق سريعه اللي فيها الشورت اي، والكلمه اللي بتاخد ايه اللي بيبقى فيها مد هيبقى فيها لونج اي، اوكي؟ طيب خلينا في الشورت اي الاول اللي هو نطقه اه، فبتلاقي الكلمة بتنطق معاك بسرعة زي الاكزامبلز اللي احنا هناخدها دلوقتي. تعال كده نشوف الايه الأمثلة اللي معانا دي دلوقتي. The first word bad 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 desk 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 pen 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 net 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 jet 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 lead 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 tent 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 web 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 vet 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 set 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 fed fed fed. اوكي، لاحظت يا ولاد كل الكلمات اللي احنا قرأناها دلوقتي كلها كلمات ايه شورت، يعني لو تركزوا في النطق على حرف الاي هتلاقي حرف الاي اتنطق معاك بسرعه، عشان كده احنا بنسميها في الكلام ده ايه شورت اي. يبقى حرف الاي هنا ادانا صوت قصير في الكلمه، عشان كده الكلمه اتقالت ايه كويكلي بشكل سريع. طيب يبقى في اول كلمه معانا اللي هي
بيد اللي هو سرير، بيد، ديسك اللي هو المكتب، بن اللي هو قلم جاف. اما قلم رصاص يعني ايه؟ برافو عليك، اللي هو بنسل. بعد كده الشبكه اللي هي نت، جت يعني طياره نفاسه، جت جت جت، ليد 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 اللي هي اشارات المرور، اشارات المرور اللي بنشوفها في الطريق، تنت تنت اللي هي الخيمه، برافو عليكم، ويب اللي هي شبكه العنكبوت، ويب، فات برافو اللي هو طبيب البيطري اللي احنا طبيب الحيوانات اللي بيكشف على الحيوانات، سات سات وسات دي اولاد يوصل بيها اي جهاز، سواء كان جهاز مثلا راديو او جهاز تي في مثلا تلفزيون، اوكي. فات فات وفات دي معناها ايه؟ أطعم. زي ما اقول مثلا ايه كاكزامبل، اقول I fed my horse yesterday. I fed my horse yesterday. انا اطعمت حصاني امس. اوكي؟ اوكي، يبقى ده اللي هو الشورت اي. طب تعالى بقى نشوف اللونج اي. يبقى احنا خدنا الشورت اي، هناخد دلوقتي بقى اللونج اي. في الشورت اي قلنا الكلمه بتنطق بسرعه، اما في اللونج اي بقى هتلاحظ ان الكلمه بيبقى فيها مد شويه، فبتبقى طويلة معايا في النطق شوية. الإي دوت أو الصوت اللي هو إي بيبقى نطقه في الكلمة إيه؟ إي إي إي، فبتبقى الكلمة فيها إيه؟ مد، أوكي؟ طيب، بيبقى كل شكلين الحرف ده اللي هو يا إما بيجي لنا في الكلمة كده، ركزوا معايا كده أهوت، يا إما بيجي إي إي، أوكي؟ يا إما بيجي إي إي، يا اما بيجي اي اي يا اما بيجي اي اي، اوكي؟ اوكي، تعال كده نشوف الـ pronunciation بتوع الكلمات دول، اوكي؟ The first one or the first word، أول كلمة eat eat، خدتوا بالكم هنا إن الصوت اللي هو اي طويل إزاي في الكلمة؟ عكس هنا كان short، eat eat، green 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 green، seal 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 seal، leaf leaf leaf، bean bean bean، meat neat neat، jeep jeep jeep، bead bead bead، seat seat seat، teen teen teen، meat 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 meat. اوكي طيب، حد يقول لي دلوقتي ايه ده يا مستر؟ الكلمتين دول نفس النطق بالظبط مش كده؟ يس. يبقى عندي كلمه meat اللي هي فيها اي اي، اوكي، هي نفس النطق بتاع الكلمة اللي فيها اي اي، ولكن هم نفس النطق ولكن المعنى مختلف. طبعا ميت كلنا عارفين اللي هي ايه؟ اللحمة. اما ميت اللي هي معناها ايه؟ يقابل. ميت يقابل، اوكي؟ زي ما بقول لك مثلا ايه؟ I meet my friend احمد every Friday. انا بقابل صديق احمد كل جمعة. اوكي؟ لو لاحظتوا بقى في كل الكلمات ديت ان اللونج اي اللي بيكون له شكلين في الكلمه، يا اما بيجي اي اي يا اما بيجي اي اي، نطقهم الاثنين واحد، سواء كانت اي اي او سواء كانت اي اي، هتلاقي الكلمه بتنزل معاك ايه؟
اي فيها ايه مد. اوكي اوكي هنقراهم لاخر مره عشان نتاكد من النقطه تاني. eat green seal leaf bean neat cheap bead seat teen meat meat. اوكي وبكده يا اولاد نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، واتمنى الشرح يكون عجبكم ويكون بسيط وسلس ويكون فهمتوا كل حاجه قلناها النهارده. وما تنسوش تضغطوا على علامه السبسكرايب تحت الفيديو واللايك، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد هرفعه باذن الله تعالى في الايام القادمه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد المره اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.